السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اليوم راح نتكلم عن موضوع البطاريات اللي موجودة بالسوق حاليا، اللي هي بطاريات الليثيوم أيون والبطاريات الحامضية وبطاريات الجل. إحنا صراحة ننصح أغلب الناس أن خلي يشيل بطاريات الليثيوم. وعموما الخبر الجيد إن شاء الله يكون للمستخدمين الطاقة الشمسية، يعني إن شاء الله أكو إمكانية، يعني بعد ما رتبنا ترتيبات معظمنا الأشخاص التجار أنه عندنا إمكانية أنه راح نخلي بطارية الليثيوم 100 أمبير 12 فولت، سعرها تقريبا يعني تكون مناسب جدا، يعني ممكن تقدر تحصل بطارية 100 أمبير ليثيوم أيون، نظام جيد وحلو ومرتب، وتقدر تتابعه يعني متابعة حقيقية بالتليفون أو برنامج وحاسبة، تقدر تحصلها ب $350 وممكن أقل شوية، ممكن نفس السعر ما أعرف بالضبط، لنحاول، بس إن شاء الله يعني $350 راح تقدر تحصل بطارية ليثيوم أيون أيرون عمرها بالقليل 5 سنوات 6 سنوات، وبطارية الليثيوم أيون الحلو اللي بيها أنه تقدر تصفرها، تقدر تصفرها عادي ماكو مشكل بيها، يعني ماكو إشكال بيها، لكن يفضل أنه تخلي بيها 10% 15%، يعني بس لاكتية يفضل أنه تحتفظ 10%، لاكتية تقدر أنت تصفرها وبدون ما تتأثر عليها يعني بالوقت القريب أو البعيد أو المتوسط. فالخبر الزين إن شاء الله هو بطاريات الليثيوم اللي موجودة حاليا إن شاء الله تجي بالسوق هي بطاريات ليثيوم جيدة، وتقدر تشدها على العاكسات، مو شرط تقدر تشدها على الإنفرترات الشمسية اللي مثل ما كنا سابقا نقول على بطاريات الليثيوم، لا، بإمكانك تشدها على العاكسات العادية اللي موجودة بالسوق، الهندية والعاكسات الصينية وحتى العاكسات العراقية، لأن هي بها نظام الـ PMS والحماية من الجهد التفريغ والشحن الزائد والحرارة وكل الأمور. فأخواننا الأعزاء، ما طول جانا الصيف واقتربت أيام الصيف جدا وإحنا على أبوابه، والحر بدأ حاليا يبدي يدخل علينا دخول يعني تقطيري، ممكن يشتغل الحر يجيك وممكن يبتعد عنك. اليوم الجو مغيم، البارحة كانت حارة، اليوم نص حار ونص بارد ونص مغيم، فمعناته أنه هي نفسنا على بطاريات الليثيوم أيون، لأن هي بطاريات الليثيوم الوحيدة، بطاريات اللي تقاوم واللي ما راح تفكر أنت تستبدلها خلال فترة سنة وسنتين، لأن البطارية العادية ممكن تعوفها شهرين ثلاثة تتركها تموت، يعني إحنا دائما نخاف من ترك البطارية أشهر تموت، لكن الليثيوم تركها سنة سنتين ما عليه شيء، وتعال تجي عليه تجيب قوته وكفاءة مالته العالية جدا. فأخواننا اليوم موضوعنا راح نتكلم بيه عن بطاريات الليثيوم، وإن شاء الله توفر بالأسواق بأسعار كلش مناسبة، لأن سابقا كانت بطارية الليثيوم 100 أمبير تنباع بحدود $600-$700، يعني وصلت ال 12 فولت 600 و700، واكو نوعيات وصلت $1000، ولحد الان البطاريات اللي موجوده بالسوق بعد ما عملنا عليها موجوده تنباع بحدود يعني $1000 والجو $1000، لكن احنا ان شاء الله راح نحصل بطاريات 12 فولت 100 امبير نحصلها ان شاء الله ب $300 وكسر، 350 325 350، وهذا ان شاء الله هو يكون الخبر المفرح بالنسبه لجماعه الطاقه الشمسيه، لأن مشكلة الطاقة الشمسية هي مشكلة البطاريات فقط، مشكلة الطاقة الشمسية هي فقط البطاريات، لذلك احنا ركزنا على بطاريات الليثيوم، يعني مثل ما تشاهدون قدامكم هاي البطارية اللي احنا مسويها، يعني هي بطارية ليثيوم ايرون مسويها من 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 قطع بطاريات الحاسبة، وهي جديدة والحمد لله شغلها جيد لحد الآن، و يعني ماشيه وكل شيء ما بيها، وهي قويه وعمليه وعمرها طويل. فننصح ان شاء الله اخواننا بالليثيوم، يعني يحاول قدر المستطاع، اللي ما عنده يعني يحاول انه حتى لا يقدر ياخذ له امبيرين ثلاثه بس يشغل ليثيوم، احسن ما يدفع يعني مبلغ ويتاذى بعدين. فركزوا على بطاريات الليثيوم والجل، يعني حاولوا انه يعني شوي ابتعد عنها، يعني ما اقول لك ما عنده امكان يمكن يحاول يروح على الجل،
ما عندنا اشكال فيه، لكن عمره مو طويل وبي شويه متاعب كثيره. يعني اللي يشتغل بالجول لازم يخلي عدد البطارات كل شويه يلا يقدر يحافظ عليها. ما ممكن تعدك بطاريه بطاريه واحده خلال سنه سنه تموت. فحاول بالليثيوم اضبط شيء هو الليثيوم. احنا ساي قدامكم بطاريه الليثيوم عمليه مشتغليها شغل صناعه يدويه والحمد لله واضحه جدا. مع العلم هاي البطاريه ما بيها يعني البي ام اس وامور، فقط احنا نظمنا عمليات الشحن، نظمنا عمليه الشحن توازي، سوينا موازنه بالشحن بالانس اللي هي تلاحظون يعني محافظين عليهم، حاطين مصابيح حاطين عدادات نعرف من اجي اباوع عليها اشوف انه منظومتي اي خلل بالبطاريه تبين عندي يعني 4.1 4.1 4.2 4.11 4 يعني المهم يعني هذا الارقام بني تقول لي انه البطاريه اكو بيها اشكال وما اشكال. فركزوا على البطاريات الليثيوم مهمه جدا. الانفرترات ان شاء الله يعني يكون انفرترات بالسوق هسه حاليا. واكو شيء ثاني مهم جدا يعني ايش قد ما تزيد خلايا ما راح تخسر. ايش قد ما تخلي خلايا اكثر ممكن تخلي لك 4 خلايا 5 6 8 10 ما راح تخسر، لان الخلايا هي اللي تعطيك بالنهار كهرباء. الخلايا هي تعطيك بالنهار كهرباء اما بالليل تعتمد على البطاريه. فاحنا حاليا سابقا كنا حاطين بطاريات داخل الثلاجه نبردها، هسه حاليا ما عندنا، اصبحت الثلاجه فارغه. ممكن اخلي بها بطاريات عاديه يعني شامرها من احتفاظ وحاط لي بها مسوي شغلها وحاط بها قطعه لحم عندي هاي البزون. يعني المنظومه انه بعد ما تحتاج تبريد الليثيوم تحطه باي مكان، بس يفضل تخليه خارج المنزل يعني خارج قصدي السكن مكانك سكن وبعيد عن المكان، لان هو الليثيوم عندنا عباره الليثيوم شويه يعني مو سهل، بس يعني اذا تخليه خارج ما عليه شيء. بالنسبه للصناعه اليدويه اللي نسويها احنا، اما البطارات تجي حاليا لا محكمه القفل ولا تخاف عليها، حتى اذا صار فيها شيء بداخلها ما راح تشتعل مسيطر عليها. هذا الانفرتر اللي هو احنا مستخدمين انفرتر شمسي قدره 3 كي في والحمد لله الوضع كلش جيد وما عندنا اي مشكله. فاخوان رجاء رجاء ركزوا على بطاريات الليثيوم في هذا الموسم، لان الليثيوم هو يعتبر اول شيء ترتاح من عنده وقوي، وان شاء الله احنا راح نحاول نساعدكم هذا مجال الليثيوم ونحاول انه نخفض اسعاره ونحاول انه نشجع عليه. عمد احنا نرتاح صراحه لان تعبنا بطاريات الجل، تعبتنا بطاريات الجل مثل ما تشاهدون. يعني ساعدنا هاي البطاريه، هاي البطارية عندنا موجودة يعني سبق وين اشتغلت عندنا، يعني ما تقدرها يعني هاي يعني كل فترة سنة اجي اشحنها لان اخاف تموت وبيها مشاكل وثقيلة. لكن بطارية الليثيوم لا، بطارية الليثيوم بطاريات كلش جيدة. احنا عندنا هاي البطاريات صناعة يعني احنا سويناها من بقايا بطارية الليثيوم. هاي احنا راح نوقف هاي الصناعة صراحة، سويناها في وقت يعني ما كانت عندنا بطارية الليثيوم موجودة بالسوق، لكن هسه بعد ما سوينا اعلان عليها وبعد ما حفزنا التجار وحفزنا الناس يجيبوها الحمد لله هسه حاليا تجي هاي البطاريات الليثيوم البلاديه سعرها مناسب رخيص، يعني ممكن اسعارها كلش مناسبه بالنسبه للشخص العادي، لان هي بطاريه عمرها طويل هذه كيف تذب فلوسها ما خسران. وثاني شيء اصبحت هي بسعر بطاريات الجل، بطاريات الليثيوم هسه اصبحت عندنا بالسوق ان شاء الله راح تصبح واصبحت بالذات ودخلت الحيز التنفيذ بطاريات اصبحت بسعر بطاريات الجل. وهذا الخبر انا اشوفه يعني ان شاء الله مفرح جدا. اما بالنسبه للخبر اللي سبق ذكرنا عليه رفع الدعم عن خلايا شمسيه، مع الاسف مع الاسف الدوله يعني الخبر مال الخلايا الشمسيه ما رفع عندنا الخلايا الشمسيه الدعم عليها، يعني حسب ما سمعت يقولون رافعين بس عن البطاريات الطاقه الشمسيه وعلى الانفرترات. يعني يقول لك عندنا مصنع المنصور يبيع الواط ب 60 سنت، ومع الاسف يعني انه ما يعرفون شلون يصرفون. يعني انت صار سنين احنا على الوضع هذا، لكن هسه شركه المنصور تنتج وتاجها غالي، يعني ينباع ب 60 سنت الواط، مع العلم بالسوق تقدر تجيبه بنصين سعره ب 20 سنت 25 سنت ويمكن حتى افضل من اللي ينتجوها هسه عندنا، لان احنا ما عندنا مشكله، ما عندنا بالنسبه ما عندنا روح العمل المضبوط، وعندنا ناس يعني يشتغلون بس يريدون يعني شرقه وغير السرقات. فمع الاسف يعني بقت الخلايا اسعارها لحد الان هي بال 40 45 سنت تتراوح بهالفتره هاي بهالاسعار هاي. فان شاء الله نوصيكم بطاريات الليثيوم وتحاولون تركزون عليها، لان هي الحل الوحيد لبطاريات الليثيوم في كل مكان. هذا كلامي يوجه الى كل الاشخاص الموجودين بالوطن العربي سواء كانوا بالعراق خارج العراق بسوريا بالاردن كل الدول، ركزوا على بطاريات الليثيوم، لان صراحه الليثيوم افضل بطاريات بالعالم واضبط بطاريات ما بها مشاكل حلوه مشاكلها يعني نقدر نقول تكاد انه تكون
يعني لا بأس بيها نقدر نتجاوزها، عكس بطاريات الجل بيها وهي مشاكل تعطل وتتلف مشاكلها وتثقل وزن وتكسر الظهر، وعاني نعدل منها كثير. فاللي يريد يشتغل ويرتاح بالطاقة الشمسية وعمرها يكون طويل، ركز على الطاقة الشمسية، ركزوا على زيادة بالخلايا باستخدام بطاريات الليثيوم أيضاً. وهذا هو إن شاء الله آخر ما إحنا نوصيكم به، وإن شاء الله إذا أكو شيء جديد إحنا راح نذكركم إياه. فأخوان ركزوا على زيادة عدد الخلايا بالإضافة إلى استخدام بطاريات الليثيوم، راح تحصل وراح تقدر تخلص من مشاكل المولد وترتاح. أنا لحد الآن صار لي بحدود تقريبا صار لي بحدود 8 أشهر أو سنة أو 10 أشهر ما أتذكر لغيت المولدة من الشهر السابع، ولحد الآن لاغي المولدة والحمد لله وضعيتي جيد والحمد لله. فهاي هي نصيحة ننصحها لكل الأشخاص الموجودين عندنا سواء كانوا بالعراق أو خارج العراق بالدول العربية أو باقي الدول، ننصح أنه يتصل بطاريات الليثيوم لأن هذا الحل الوحيد بالنسبة لنا للخلاص من تسلط المولدات ومن مشاكل الكهرباء. والسلام عليكم.